منتخب الجزائر فريدي في تنفيذ المخالفة. وبا با با رائعة. أولولو صعب الكرة هذه، ورفيق حليش يتمكن من صد هذه الكرة بنفس القوة كذلك. اليوم راح كل واحد يريد أن يبير ويبدع في هذه المباراة. من هناك الجانب من كرة جول، كرة جول، كرة جول، وبوداوي جول. ياي ياي هشام معلش، أول كرة صعبة للمنتخب الجزائري. البلدوزر دولور توغل، سلمها للصغير هشام بوداوي من هنالك بيمناه، حطها على الجهة اليمنى، مرت سلامات. أول كرة صعبة وخطيرة، شفتوا الانطلاقة، صاروا خمس لاعبين انطلقوا. يا فارس العب، العب يا فارس، التوزيع في القائمة الثانية، خطيرة الكرة. لسمطة على الجهة اليمنى ولكن بعيدة من سمطة، راحت سهلة. لسمطة على الجهة اليمنى ولكن بعيدة من سمطة، راحت سهلة. ضربة مرمى كل حكم المباراة لصالح المنتخب الجزائري. يلحقها فارس على جهة اليسرى. فارس لحقها ولكن مراقبته للكرة كانت بعيدة تماما، راحت مباشرة ضربة مرمى بعد كرة بعيدة لسليماني. جدا يا سلام، يا سلام على التمريرة من أندي دولار في اتجاه إسلام كادية الجول. مانولا كان رائعا في سد هذه الكرة من أمام إسلام سليماني، وخطأ يكون حكم المباراة لصالح بلمادي. أدم الناس، أولولو أولولو، رائعة من أدم الناس في اتجاه إسلام. الصغير أدم المبدع يستلم الكرة وحطها مباشرة لإسلام. خرج خوادي في تنزانيا. ضربة مرمى الحكم يقول لصالح الرئيس. والناس والناس يدخل أدم والناس، أدم والناس، ولا لا طرح دولار مازال. رائعة رائعة خطيرة. هايلة من أندي دولار في اتجاه إسلام في القائمة الثانية. قلت أنغولي بالنسبة للرئيس مهدي البلحي أبوه، لا لا كونغولي مش أنغولي يعني. دولور دولور يلعب بينية، دولور ترجع له كرة خطيرة، دولور دخل، دولور أولولا. دي وهشام مهدي زفان التوزيع رائعة، وأدم الناس أولولا. رائعة من هنالك من مهدي زفان لإسلام، ومن إسلام لمهدي. آدم والناس كان في المكان المناسب. أوي 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 يا مهدي، يا آدم عفوا. مرت الكرة سلامات، جمال ينتظر في الهدف الأول والدفاع، وخطيرة. با 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 جول إسماعيل براسر. كرة أخرى يا سلام على خط ال 18، سددها إسماعيل. كاد ياتي الجول الاول، وكاد ياتي الهدف الاول لاسماعيل بن ناصر. كره من هنالك في الركنيه لصالح المنتخب الجزائري. ادم الناس، كره خطيره، كره خطيره، كره خطيره. فارس بروعه ترجع لرئيس وهاب بن بولحي. مازال راح، راح اسلام، رجعت له اسلام من عند ادم الناس. اسلام والتسديده. اللعبة الثلاثية كانت رائعة، من إسلام لآدم ومن آدم لإسلام. التسديدة لم تكن فيها القوة اللازمة لكي تباغت الحارس. أي شيء. هشام بوداوي كرة ممتازة لأندي دولور بالراس، حطها كرة خطيرة. أولولا يا آدم، وضعي تسلل. كرة كانت رائعة من هشام بوداوي في اتجاه أندي دولور. بوداوي يستلمها أبو هشام بوداوي، دخل بوشاوي أبو داوي. استرجاع معك اسلام، يوصلها لاسماعيل. ليس هكذا قول كرات قاتله يا اندي، كرات قاتله يعني في صراع ثنائي ممكن يصاب اسماعيل بن ناصر. تدخل قوي من قبل دافيد مونتيك. الكره ادم الناس يلعبها براعه من هنالك على الجهه اليمنى لمهدي زفان. اولولا رفيق مازال يسرى، زاد في السرعه مع اسلام، وصلته اسلام. اتسلل يا اسلام، اتسلل، نسيت نفسك في الكره هذه يا اسلام، نسيت نفسك، نسيت نفسك. هو تاخر شويه اندي دولور في تمرير الكره، وانت نسيت نفسك شويه، اعتقد في وضع التسلل. شوف شوف، هو من ادم وانطلق من اسلام. كره جول، كره جول، كره جول، كره جول، كره جول، كره جول، وحطها في الجول اسلام.
جول لإسلام، جول للجزائر عند الدقيقة 34. يا سلام الهدف 28، يا سلام عليك يا آدم، تمريرة ولا أروع في اتجاه إسلام حطها في الجول. رائع أنت يا آدم والناس، قلت لكم إلا آدم من يعرف ماذا سيفعل في الكرة، كيف سيراوغ وأين سيمرر. إسلام سليماني يهز الشباك، شوف التمريرة الرائعة من آدم والناس، تركها إسلام حطت في الأرض وحطها بيمنها في الزاوية اليسرى، والناس ما زال آدم يراوغ، ضربة خطيرة والناس ولا لا. هل فهمتم؟ هل توقعتم؟ هل انتظرتم؟ هل علمتم ماذا سيفعل بالكرة آدم الناس؟ شوف الاستلام عندما يكون مع لاعب واحد يفعل به ما يريد. هوب، المراوغة رائعة من آدم الناس باليسرى والتسديد باليمنى، راحت على يمين الحارس مانولا. أولا لا، آدم الناس دخل، آدم الناس يلعب مع إسلام، ترجع لآدم، كرة خطيرة. با 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 الثنائية العالمية بين إسلام وآدم، حطها في الجول صغير الجزائر. آدم والناس بثنائية ولا أروع بينه وبين، مع هكذا لعب، مع هكذا أهداف، مع هكذا روعة، ومع هكذا براعة. على الجهة اليسرى يلعب ممتازة لمحمد فارس، محمد فارس إسماعيل موجود في التغطية، تروح لهشام، هشام بوداوي، يلا محاولة التسديد من بعيد من هشام بوداوي صاحب العشرين ربيعا، الدقيقة 41، الكرة في التسديدة من هشام بوداوي سهلة للحارس التنز. الأقسام في ال... أوه، الكرة مرت سلامات. حتى في حصص الفيديو واللقاءات التي تكون المغلقة التي تكون بين جمال بن ماضي واللاعبين، حتى أنا رياض محرز قال شيء مهم جدا في ندوة صحفية من يومين، قال بأن بابا آدم الناس، بابا جول إلياي، إلياي جول آدم لإسلام، وإسلام لآدم، وإسلام لآدم، وجول ثنائية يسجل اليوم، وهي الصورة الأهم والأروع. الكرسي الاحتياط كله فرحان بأبناء الصغار وهم يبدعون. نعم، هي الصورة الأفضل من صورة الجول، وأفضل من تمريرة آدم ومراوغة إسلام، صورة اللاعبين الاحتياطيين وهم يفرحون كلهم بالهدف الثالث. ليس هدفا قاتلا وليس حسبا حاسما، بل هدفا ثالثا في نهاية الشوط الأول. ناصر بوداوي وثلاثي الخط الأمامي دولور، وسهل الكرة وسط ثلاثي الخط الأمامي دولور، إسلام سليماني وآدم والناس، وكرة أولى صعبة لصالح المنتخب التنزاني، صعبة لكنها كانت سهلة على الحارس لأنها لم تكتمل من قبل عبد الله يوسف الذي دخل مباشرة منذ حين. دولور راحت من ذلك على الجهة اليسرى، هاي كرة خطيرة وفارس، المراوغة باليسرى والتسديدة باليمنى من محمد فارس مدافع نادي سبال. تسديدة فيها القوة ولكن لم تكن فيها الدقة لكي تكون في اتجاه إطار المرمى. متسلل دخل دولور، دولور عنده الكرة، دولور أردوية، البحث عن إسلام، حس التهديف قوي وتمريراته أيضا ولعب الجماعي أيضا قوي جدا، ولكن لم يختار في قائمة 23. خطيرة وبا با 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 رائعة، أندي دولور كنت أتحدث عنك منذ حين، من محمد فارس لدولور، ولولو من أين لك كل هذه القوة وكل هذا العنفوان وكل هذا؟ حتى المراوغة مر من الأول فارس والتوزيع، والكرة في الركنية، تروح الكرة ركنية لصالح المنتخب الجزائري. في تنفيذ هذه الركنية الداخلة، هايلا يا إسلام، يا إسلام، مرت هذه الكرة سلامات على مرمى الحارس التنزاني
في كرة كانت من عندي دولور رائعة في القائمة الثانية من هنالك. بيلعب أول مباراة له رسمية، كرة خطيرة فارس، فارس كاد يفعلها ويسجل هدفه الأول. اللعبة من أندي دولور لمحمد فارس من هنالك على الجهة اليسرى، كاد يأتي الجول الرابع. يا سلام، أي 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 إسلام سليماني استلمها، إسلام مازال، إسلام دخل، إسلام استلام باليمنى وباليسرى إسلام سليماني، الكرة راحت عالية. أي 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 كانت عنده خيارات كثيرة في الكرة الماضية. كان في دفع من الخلف من قبل اللاعب حسيني على إسلام. شوف هنا الدفع كان من مدثر يحيى. اختبار صمتا صمتا ولا سلامات الكرة من صمتا، خرجت بعيدة تماماً.